وكذلك حفظك الله يقول: وهل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن طريق الجوال؟ الحائض ما تقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل بعد الحيض. من العلماء من أفتاها بأنها تقرأ للحاجة، إذا مثلا كانت في اختبار ويفوت عليها الاختبار تقرأ من أجل الحاجة، أو تخشى أن تنسى كما يقول شيخ الإسلام أن تنسى حفظها فتقرأ وهي حائض لئلا تنساه، يعني للحاجة فقط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.